بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله شكر الحامدين، والحمد لله في كل وقت وحين، والحمد لله على كل النعم حمدا يليق برب النعم. نرحب بجميع الضيوف الكرام أجمل ترحيب مع حفظ الألقاب والمناصب والمقامات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة صفا محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد الدولية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفا أعزاء في ندوتنا العلمية التي تتشرف بتقديمها لكم منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية، وبرعاية ما يزيد عن 85 جامعة ومؤسسة علمية شريكة للمنصة. فأهلا ومرحبا بكم مجددا. وانطلاقا من مبدأ أن الصحة هي أعظم نعمة للإنسان، ندوتنا لهذا اليوم بعنوان الصحة الرقمية والثورة الطبية. سنتعرف على مفهوم الصحة الرقمية وعن التغيير الكبير في المجال الطبي، وسنكتشف معا كيف يتم تطبيق التقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض وعلاجها. سيشارك معنا مجموعة من الخبراء المتميزين في مجال الصحة الرقمية، وسيكون لدينا فرصة للتفاعل معهم وطرح الأسئلة فيما بعد، وتبادل الأفكار فيما يتعلق بهذا المجال الحيوي المهم. فالابتكارات لا حدود لها، ولنستعد لاكتشاف هذا المجال المذهل. نبدأ على بركة الله مع سعادة الأستاذ الدكتورة أسماء فتحي عبد العزيز، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية من الجامعة القاسمية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. عضو محكم للأبحاث المتخصصة في الفقه المقارن في عدد من المجلات العلمية، لها العديد من الأبحاث والكتب المنشورة، وعنوان مشاركتها العلمية هو نحو فهم فقهي للصحة الرقمية. تفضلي سعادة البروف أسماء، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا، بارك الله بكم وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي ويليق لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، علم الناس الخير، وأرشدهم إلى صلاح دينهم ودنياهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسعدني ويشرفني أن أتواجد مع حضراتكم اليوم في برنامج سباق الأمم من خلال منصة علمية رائدة ذاع صيتها وانتشر شذاها عبر أرجاء العالم، لتجمع نخبة علمية من شتى بقاع الأرض. منصة أريد العلمية منصة ترتقي بالعلم النافع ويرتقي العلم بها، تطبيقا حقيقيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فلما كانت غايتها محمودة جاءت الثمرة المنشودة تلاقيا للعلماء وتلاقحا للأفكار النافعة والعلوم الرصينة بغية تحقيق نفع الأمة. فهنيئا لهذه المنصة المباركة، وهنيئا لجميع العلماء والخبراء بكل ما يقدمون من خلالها، سائلة الله تعالى دوام النفع وديمومة العطاء. ومن المحمود أن يترافق الحديث عن الصحة الرقمية مع شهر رمضان المبارك، الشهر الذي تتمثل الصحة فيه أبهى صورها،
فكل عام وحضراتكم بخير. ولنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تنطوي محاضرتي الموسومة بنحو فهم فقهي للصحة الرقمية على هذه العناصر، ألا وهي عناية الشريعة الإسلامية بالصحة واستبقائها، مراعاة حال المريض وشرعية التداوي، تعريف الصحة الرقمية وأهميتها، ثم فوائد الصحة الرقمية ومثالبها، ثم الحكم الشرعي لاستخدام تطبيقات الصحة الرقمية، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. فلنبدأ أولا بعناية الشريعة الإسلامية بالصحة واستبقائها. إن الصحة من أجل نعم الله تعالى على الإنسان ومن أجزل عطاياه وأوفر منحه، بل تأتي أهميتها عقب اليقين بالله تعالى. فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد تجلت عناية الشريعة الإسلامية بالصحة في جوانب الحياة المختلفة ومع أحوال الإنسان المتغيرة، فقد أرشدت الشريعة الإسلامية إلى تناول المباحات من الأغذية وعدم الإسراف فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه مقدام بن معدي كرب: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كما أمرت الشريعة بتغطية الأواني منعا من التلوث، فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، أي غطوهما. وحيث لا تنفك الصحة عما يعكر صفوها من الأدواء، فقد راعت الشريعة الإسلامية حال المريض، فخففت العبادة البدنية المحضة، وهي العبادة التي تطلب من المكلف بعينه ولا تجوز فيها الاستنابة. ففي الصلاة ينتقل المريض في أدائها من الأعلى إلى الأدنى، كما بين ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حينما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحائض تسقط عنها الصلاة ولا تقضيها، بينما يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، وتجب الفدية على العاجز عن أداء الصيام كالشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. كذلك أجازت الشريعة الإسلامية التداوي وندبت إليه لاستعادة الصحة ثانية، بل إنه يجب على الراجح من أقوال الفقهاء حال تعينه، حتى يستطيع الإنسان أن يعيش حياة هانئة خالية من الأوجاع والآلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله أسامة بن شريك: أنتداوى يا رسول الله؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. ولم تكتفي الشريعة بالاعتناء بالصحة الجسدية فحسب، وإنما اعتنت كذلك بالحالة النفسية للإنسان التي تؤثر على حالته المزاجية وصحته العضوية، مما يؤثر سلبا على تصرفاته. ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. وجدير بالذكر أن الإنسان مسؤول عن حفظ صحته، فقد روي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه،
وعن جسمه فيما أبلاه. وتعرف الصحة بأنها السلامة والخلو من المرض والسقم، بينما عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز. وعرفت كذلك الصحة منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة الرقمية في استراتيجيتها بشأن الصحة الرقمية 2020-2025 بأنها استخدام التكنولوجيات والبيانات الرقمية من أجل تعزيز الحصائل الصحية وتحسين أداء النظام الصحي وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم ورفاههم. ويتوسع نطاقها بشكل سريع لتشمل تطبيقات الصحة المتنقلة والأجهزة القابلة للارتداء والتطبيب عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية ونظم المعلومات الصحية والذكاء الاصطناعي. نأتي إلى أهمية الصحة الرقمية. تنبثق أهمية الصحة الرقمية من أهمية الصحة الإنسانية عفوا لكونها، دكتورة، عفوا تفضلي. دكتورة، السلايدات واقفة، إذا بالإمكان تغييرها. أنا بالفعل أغيرها نعم هكذا، بنتظر. نعم ظهرت بقى. هي ظاهرة ولكن لم تت يعني ده. أنا بالفعل أغيره يعني نعم هكذا، لا يظهر أيضا. يوجد فقط شريحة رقم 12 نعم واقفة. نعم طيب، هل أوقف المشاركة ثم أعيدها مرة ثانية؟ نعم لو سمحت يا أنا دكتورة. من عندي تتحرك، سبحان الله. هل هكذا تتحرك؟ أصبحت تتحرك؟ لا يظهر؟ لم يظهر بعد. دكتورة، ما سويتي شير سكرين؟ أنا سويت شير سكرين الشير سكرين متوقف الآن. الآن؟ طيب سأقوم ثانية بالمشاركة، بسم الله. طيب هكذا تظهر؟ نعم دكتورة. طيب ننتقل عند أهمية الصحة الرقمية. تمام. تنبثق أهمية الصحة الرقمية من أهمية الصحة الإنسانية لكونها أداة تكميلية مساعدة على تحسين كفاءة الصحة الإنسانية، فهي تدعم علاج أمراض جسدية ونفسية مختلفة، ومنها مرض السكري والاكتئاب واضطرابات القلق، وكذلك السرطان وبعض الأمراض المتعلقة بالسمنة، وكذلك بعض الأمراض المتعلقة بالصداع النصفي مثلاً. وتنقل معظم تطبيقات الصحة الرقمية المعرفة المتوفرة عن المرض بوصفها معلومات أساسية، كما يمكن للمرضى أيضا إدخال بعض المعلومات حول ظهور الأعراض مثلا، وبالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على تعليقات فردية في العديد من التطبيقات وتلقي التدريبات والتحليلات. نأتي إلى فوائد الصحة الرقمية. تتمثل فوائد الصحة الرقمية في تحسين الوقاية من الأمراض، وتحسين التدبير العلاجي الذاتي للأمراض، وتعزيز جودة الحياة ورفاهيتها، وكذلك تثقيف المرضى ومحو الأمية الصحية، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات للمرضى بشكل مباشر، بالإضافة إلى الفائدة المجتمعية. حيث نجد أن فوائد الصحة الرقمية تظهر في تحسين الوقاية من الأمراض وتعزيز جودة الحياة ورفاهيتها من خلال الكشف المبكر والتقييم الذاتي والتشخيص عن بعد، حيث توفر بعض التقنيات تحليلا متعمقا وشاملا للحالة الصحية، مما يساعد في تحديد خطة علاج مناسبة. كما تعمل على تقليل تكاليف الرعاية الصحية، فلا يتطلب الأمر تكرار زيارة الطبيب، كما تظهر فائدتها في تحسين التدبير العلاجي الذاتي للأمراض، حيث يمكن أن تساعد تطبيقات الصحة الرقمية في تقديم مذكرات لتسجيل الألم والأدوية العلاجية، وهذا يسهل التذكير والتقييم للمرض. وكما أيضا يساعد المحتوى الطبي الرقمي في تثقيف المرضى ومحو الأمية الصحية وتقديم الخدمات للمرضى بشكل مباشر،
من خلال تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة. ولنأخذ تطبيق الصحة الرقمية الخاص بالصداع النصفي مثالاً على ذلك، فإنه يمكن من خلاله تقليل تكرار نوبات الصداع النصفي وتحسين جودة الحياة عن طريق احتفاظ المرضى بمذكرات لنوبات الصداع في التطبيق وإدخال مسببات الصداع النصفي المحتملة، وبناء على المدخلات يقدم التطبيق معلومات ونصائح مخصصة فرديا حول كيفية التعامل مع الصداع النصفي، كتجنب العوامل المسببة للمرض مثل عدم تناول بعض الأطعمة مثلا، أو الابتعاد عن التوتر أو النوم المفرط أو النوم القليل جدا. هذا بالإضافة إلى الفائدة المجتمعية التي تعود بمعرفة الأمراض الحاصلة والعلاجات الناجعة لها أو الأمراض المتوقعة وكيفية تفاديها والوقاية منها، وثراء المجتمع بالأبحاث الطبية الداعمة للنهوض بالمجتمع صحيا ومعرفيا. نأتي إلى مثالب الصحة الرقمية. مما لا شك فيه أن تفعيل تطبيقات الصحة الرقمية يكتنفها بعض المثالب. أهم هذه المثالب هو عدم حماية البيانات والمعلومات الشخصية للمريض، وعدم اهتمام بعض تطبيقات الصحة الرقمية خاصة في جانب التدريب بالفروق الفردية، حيث نجد أن بعضها تضع معدلات تدريب عالية للغاية مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستخدم. نصل إلى الحكم الشرعي لاستخدام تطبيقات الصحة الرقمية. لم يرد عن فقهائنا القدامى رحمهم الله في معرض كلامهم عن الصحة والتعالج كلام عن الصحة الرقمية لعدم وجود هذا التقدم الطبي والتقني في زمانهم، إلا أنه لما كانت الصحة الرقمية تنطوي على استخدام التكنولوجيا والبيانات الرقمية من أجل توفير صحة أفضل وتعزيز هذه الصحة عن طريق تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحيحة بشأن صحتهم، فإنه بالنظر إلى ما ثبت نفعه من تطبيقات مراقبة المرض عن بعد بموافقة المريض حفظا لصحته، وكذلك تطبيقات تشخيص المرض أيضا عن بعد، وما ينتجه العصر من المحاكاة القائمة على الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز للبحث والتطوير، فإن تطبيقات الصحة الرقمية تعد أداة تكميلية تساعد على تحسين كفاءة الصحة الإنسانية، فهي من الأشياء النافعة في نظر الشريعة الإسلامية، بل يمكن القول إنها لا غنى عنها في زماننا، ويندرج استعمالها تحت المصالح المرسلة، وهي التي لم يرد دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها، بل يدل ما تتضمنه الشريعة من رعاية الصحة الإنسانية والاعتناء بها على جواز تفعيلها في تحقيق الاستفادة المثلى، وذلك لدعمها وتعزيزها للصحة المرغوب استبقاءها. ونقول إن شريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وتعمل بما يحقق مصالح البشر ويتفق مع مقاصدها العامة. يستدل على ذلك بأدلة، منها أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يوجد ما يدل على الحظر على الراجح من أقوال الفقهاء، وهذا استنادا إلى قول الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن نقيد هذا الاستعمال بضوابط، أهم هذه الضوابط يتمثل في عدم خرق المعلومات الصحية للمرضى واحترام خصوصيتهم، وما يندرج تحت الأخلاقيات والآداب العامة لمهنة الطب بشكل عام، وعدم إفشاء أسرار المريض، مع اشتمال جميع التطبيقات على خيار مشاركة البيانات وإدارة الإعدادات والخصوصية، وأن يتوقف استخدام هذه التطبيقات على إرشاد الطبيب المعالج الحاذق بأهميتها للمريض، تجنبا للاستخدام العشوائي الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالصحة ولا تدعمها، مع ضرورة توفر معايير دقيقة تضمن السلامة الصحية. كذلك أن يكون المريض على علم ودراية كافيين بشأن حفظ التطبيق المستخدم لبياناته وتطويرها، ومدى السماح باستخدام بياناته في تطوير التطبيق بما يحقق أكبر فائدة. هذه الفائدة مرجوة له من ناحية ولغيره أيضا، ومدى السماح له بتشفير معلوماته ما أمكن إلى ذلك سبيلا، مع التنبيه على ضرورة استخدام برامج المراقبة الأمنية للآباء على أولادهم
خاصة في تطبيقات اللياقة البدنية المتاحة للجميع عبر الأجهزة الذكية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة البروف أسماء فتحي شحادة على المعلومات القيمة التي قدمتيها، نفع الله بكم وبارك الله في علمكم وجهودكم. نبقى مع مداخلة جديدة يقدمها لنا سعادة الدكتور أيمن عثمان أوغلو، وعنوان مشاركته العلمية هو التقنيات الرقمية الحديثة في طب الأسنان. تفضل دكتور أيمن، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سنتكلم اليوم عن ثورة التقنيات الرقمية في طب الأسنان، حيث أنها واحدة من أبرز النقاط التحولية في مجال الرعاية الصحية، حيث أحدثت تغييرات جذرية في كيفية تشخيص وعلاج مشاكل الأسنان. هذه الثورة لم تقتصر فقط على تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بل إنها أيضا ساهمت في تسريع الإجراءات العلاجية وجعلها أكثر دقة وكفاءة. في هذا البحث سنستكشف كيف أحدثت التقنيات الرقمية ثورة في مجال طب الأسنان، مركزين على التقنيات الرئيسية المستخدمة وتأثيرها على الممارسات السريرية وتجربة المريض والتحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال. إن من التقنيات الرئيسية في طب الأسنان الرقمي التصوير الرقمي والأشعة السينية. التصوير الرقمي والأشعة السينية الرقمية كانت من بين أولى التقنيات التي أحدثت ثورة في طب الأسنان. هذه التقنية تسمح بالحصول على صور فورية وواضحة للأسنان والهياكل العظمية المحيطة، مما يجعل التشخيص أسرع وأكثر دقة، كما أنها تقلل من تعرض المرضى للإشعاع مقارنة بالأشعة السينية التقليدية. وأيضا من التقنيات الرئيسية في طب الأسنان الرقمي الطابعة ثلاثية الأبعاد، حيث أصبحت أداة لا غنى عنها في طب الأسنان الرقمي، حيث تستخدم في صناعة تيجان الأسنان والجسور وغيرها من الأجهزة بدقة عالية في وقت قصير. هذه التقنية توفر ملائمة ممتازة وتخفض الحاجة لزيارات متعددة لعيادات الأسنان. ومن التقنيات أيضا الفحص بالليزر. الفحص بالليزر يوفر طريقة غير تدخلية لتشخيص تسوس الأسنان في مراحله المبكرة، مما يسمح بالعلاج المبكر والحفاظ على المزيد من النسيج السليم للأسنان. أيضا هناك تقنيات الكاد كام في التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، غيرت من نهج صناعة الأطقم السنية والتيجان والجسور. هذه التقنيات تسمح بالتصميم الرقمي الدقيق والتصنيع السريع للتركيبات السنية، مما يحسن من الدقة ويقلل من الوقت اللازم. كما لا يغفل عنا من التقنيات المستخدمة الميتافيرس وتطبيقاته في طب الأسنان. كذلك الذكاء الصناعي له حصة كبيرة في التقنيات الرقمية في عالم طب الأسنان. ولشرح كل تقنية بشكل سريع سنقوم بتقسيم الشرح إلى عدة أقسام. أولاً التصوير الرقمي والأشعة السينية الرقمية يشمل استخدام الأشعة السينية الرقمية وأنظمة التصوير بالفيديو لالتقاط صور داخلية وخارجية للفم بالأشعة السينية الرقمية على وجه الخصوص، حيث أنها تستخدم مستشعرات إلكترونية بدلاً من الفيلم التقليدي، مما يقلل من التعرض للإشعاع بنسبة تصل إلى 90%. والصور التي يتم التقاطها رقمياً يمكن مشاركتها بسهولة مع المرضى أو الطبيب أو أطباء الأسنان الآخرين، كما يمكن تكبيرها لتحسين التشخيص والتخطيط العلاجي.
ثانيا الطابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تستخدم تقنيات مثل النمذجة بالإضافة الضوئية والتسليط الضوئي لإنتاج تيجان الأسنان والجسور والحوافظ وأجهزة تقويم الأسنان بدقة عالية. هذه الطريقة تتيح للأطباء تصميم وإنتاج التركيبات السنية بشكل مخصص لكل مريض، مما يحسن من الراحة والملائمة مقارنة بالطرق التقليدية، كما أنها تقلل من الحاجة للمواد الانطباعية التي قد تكون غير مريحة لبعض المرضى. من التقنيات أيضا الفحص بالليزر، حيث يسمح بالكشف المبكر جدا عن تسوس الأسنان دون الحاجة للتدخل الجسدي أو الاستخدام المكثف للأشعة السينية. الليزر يكشف عن التغييرات في بنية الأسنان التي قد تشير إلى بداية التسوس. هذه التقنية فعالة بشكل خاص في تحديد المناطق التي تكون مخفية عن العين المجردة أو عن الأشعة السينية التقليدية. إن العلاج المبكر يمكن أن يحافظ على المزيد من النسيج السليم للأسنان، ويجنبنا الإجراءات العلاجية المعقدة في المستقبل. من التقنيات أيضا في طب الأسنان تقنية التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أو كما هو متعارف عليه الكاد كام، حيث غير من المشهد في مجال طب الأسنان، مما يسمح بإنتاج التيجان والجسور والقشور الخزفية والتركيبات السنية الأخرى بدقة متناهية وسرعة فائقة. العملية تبدأ بمسح الأسنان رقميا باستخدام ماسح ضوئي داخل الفم، ثم يتم استخدام هذه البيانات لتصميم التركيبة السنية على الكمبيوتر. بعد التصميم يتم إرسال الملفات إلى جهاز طابعة ثلاثية الأبعاد أو جهاز التصنيع بمساعدة الكمبيوتر لإنتاج الجزء النهائي. هذا يقلل من الحاجة للزيارات المتعددة لعيادة الأسنان ويحسن من التجربة العامة للمرضى. إذا تكلمنا عن التقنيات الرقمية في طب الأسنان، يجب علينا أن نذكر الميتافيرس، وهو عالم رقمي غامض يدمج ما بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز والإنترنت. يبدأ بالفعل في إحداث ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك مجال الرعاية الصحية وطب الأسنان. يمكن للميتافيرس أن يلعب دورا هاما في التشخيص والتدريب وتعزيز تجربة المريض، وإليكم بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الميتافيرس في تشخيص طب الأسنان. يمكن للمرضى استخدام الواقع الافتراضي لحضور جلسات تشخيصية افتراضية مع أطباء الأسنان. يمكن لهذه الجلسات أن تسمح للمرضى بمناقشة مشاكلهم الصحية دون الحاجة للزيارة الفعلية لعيادة الأسنان، مما يوفر الوقت ويقلل الإجهاد. يمكن لأطباء الأسنان استخدام تقنيات الواقع المعزز لتقديم توضيحات مرئية للتشخيصات والعلاجات المقترحة. كما يمكن استخدام الميتافيرس لإنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد لفم المريض، مما يسمح للطبيب بتقديم الحالة وتخطيط العلاج بشكل أكثر دقة. هذه المحاكاة يمكن أن تساعد في توضيح كيف ستؤثر الإجراءات المختلفة على مظهر ووظيفة أسنان المريض، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العلاج. كما يمكن للميتافيرس أن يوفر بيئة تدريبية غامرة لطلاب طب الأسنان والمتخصصين، حيث يمكنهم ممارسة الإجراءات التشخيصية والعلاجية في بيئة افتراضية قبل تطبيقها على المرضى الحقيقيين. هذا يمكن أن يحسن من مهارتهم ويزيد من ثقتهم. والميتافيرس يمكن أن يجعل تجربة زيارة طبيب الأسنان أقل إرهاقا وأكثر تفاعلية. على سبيل المثال، يمكن للمرضى استخدام الواقع الافتراضي لتجربة إجراءات محاكاة العلاج أو للترفيه أثناء الانتظار. ننتقل الآن إلى التقنية المهمة في الذكاء الصناعي أو الشات جي بي تي،
حيث يلعب دورا متزايدا متزايدا من الأهمية في طب الأسنان، محدثا تحولات جذرية عن كيفية تشخيص وعلاج مشاكل الأسنان، وإليكم تفصيلا لدور الذكاء الصناعي في هذا المجال. الذكاء الصناعي يمكنه تحليل الصور الرقمية مثل الأشعة السينية وصور الفم الرقمية بدقة وسرعة عاليتين. يمكنه التعرف على أنماط تشير إلى مشاكل مثل التسوس أو الأمراض اللثوية وحتى بعض أنواع السرطانات في مراحلها المبكرة، مما يسمح بتشخيص أسرع وأكثر دقة، مما يؤدي إلى علاج مبكر ونتائج أفضل للمرضى. كما يساعد الذكاء الصناعي في تحليل البيانات المعقدة وتقديم توصيات للخطط العلاجية في تقويم الأسنان. يمكن للذكاء الصناعي تقديم تنبؤات دقيقة بشأن كيفية تحرك الأسنان استجابة للعلاجات المختلفة، مما يساعد الأطباء في اختيار أفضل استراتيجية علاجية. ومن أدوات الذكاء الاصطناعي الأتمتة، حيث أنه يمكنه أتمتة المهام الروتينية مثل تحديث سجلات المرضى وإدارة المواعيد، مما يوفر الوقت ويزيد الكفاءة داخل العيادات. أيضا يمكن للذكاء الصناعي توفير برامج تدريبية مخصصة لطلاب طب الأسنان والمهنيين الجدد عبر استخدام البيانات في الحالات السابقة لتحسين مهارات التشخيص والعلاج. وهنا ننتقل إلى التحديات والفرص المستقبلية للتطبيقات الرقمية في طب الأسنان. لا تزال هناك تحديات تواجه هذا المجال، بما في ذلك تكلفة التكنولوجيا العالية وحاجة الأطباء إلى التدريب المتخصص للاستخدام. ومع ذلك فإن الفرص المستقبلية تبدو واعدة مع إمكانية تطوير التقنيات الجديدة، حيث تجعل العلاجات أكثر دقة وأقل تكلفة وتوفر تجربة محسنة للمرضى. إن استمرار البحث والتطوير في هذا المجال سيؤدي إلى ابتكارات أكثر، مما يعزز جودة الرعاية الصحية الفموية وجعلها متاحة لشريحة أوسع من السكان. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور أيمن عثمان على هذه المشاركة القيمة والنافعة، بارك الله فيكم وزادكم توفيقا وإبداعا. يقول ابن القيم رحمه الله: يحفظ الصحة من سوء الضرر، كن معافا لا تجد ريح الشقاء. ومن ضمن الأشياء التي تمرض الجسم ذكر الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير. ولنحافظ على صحتنا، ونبقى معكم ضيوفنا الكرام مع مشاركة جديدة يقدمها لنا سعادة الأستاذ عماد حامد أبكر، متخصص في الإلكترونيات الدقيقة، هندسة كهربائية، ومؤسس شركة نانو ألكترون الناشئة. عنوان مشاركته العلمية هو التكنولوجيا الصحية. تفضل أستاذ عماد، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السادة المتابعين والسادة الزملاء في برنامج صباغ الأمم. أنا عماد حامد من السودان. في البدء أبارك عليكم قدوم شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وحفظ الله سبحانه وتعالى أمتنا الإسلامية والبلاد والعباد، ونصر الله سبحانه وتعالى جميع مجاهدينا في كل مكان في السودان وفي فلسطين على أعدائنا أجمعين. أرحب بكم في برنامج سباق الأمم، وأنا لي الشرف المشاركة في هذا البرنامج العلمي المتميز، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة وعلما، وأن يجعل هذا البرنامج فيه خير وعافية لنا جميعا إن شاء الله. في البدء تطورت الأمم بإحداث الثورات الصناعية و
الثورات في مجال التكنولوجيا، وبدأت التطور التكنولوجي منذ القرون الوسطى، حيث كان يعتمد الناس على المحركات البخارية في أوروبا التي هي مهد الثورة الصناعية في العالم. لكن هذه التكنولوجيا وهذه الصناعة كلها للأسف كانت لنا نحن المسلمون، حيث كان لدينا أفضل العلماء في العالم، ابن سينا في مجال الطب، والبيروني في مجال الفلك، وابن خلدون، وعلماء في مجال الجغرافيا والتاريخ، كلهم من وضعوا أساس العلوم هم مسلمين. لذلك نحن مهد ونحن أساس الثورات الصناعية والتطور الذي يعيشه الغرب اليوم في أوروبا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي كل العالم هو سببه المسلمون. أولا يجب أن نتساءل لماذا لم تواصل الأمة الإسلامية في هذه المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة. إذا جئنا ونظرنا نجد أن الأوروبيين والأمريكان تركزوا تماما على دراسة ودعم البحث العلمي، لكن نحن الآن عندما نأتي وننظر ونقارن في دولنا الإسلامية نجد أن ميزانية التعليم والبحث العلمي هي أقل ميزانية. في الدولة العثمانية قديما كان الاهتمام كبيرا جدا بالبحث العلمي وبالعلوم، لذلك كانت مهد الدول الصناعية في العالم، حتى كان الأمراء في دولة الروم ودولة فارس يأتون بأبنائهم للتعلم في بلاد الدولة العثمانية. لذلك يجب منا اليوم أنه نركز على المنظمات والمنتديات والمواقع التي تدعم الابتكار والاختراع، وخاصة في المجال التكنولوجي، لأن المجال التكنولوجي هو مهم جدا وأصبح حديث العالم. الكل اليوم يبحث عن أشياء تكنولوجية حديثة تقدم له الخدمة بأبسط صورة. يعني مثلا أنا اليوم أريد الطعام أن يصلني في بيتي، أحتاج إلى تطبيق للدليفري. حتى في مجال التعليم أصبح التعليم إلكترونيا، في مجال السيارات أصبح السيارات ذاتية القيادة، في مجال الروبوتات، في مجال حتى الطاقات أصبحت طاقة نظيفة أو الجرين إنرجي. لذلك عندما نريد أن نتحدث الآن عن الصحة الرقمية، فبالتالي هي امتداد لتحول جديد في جميع العالم ناحية التكنولوجيا الحديثة. هنالك تطبيقات كثيرة جدا جدا ظهرت حديثا في مجال الصحة الرقمية، منها في مجال الأطراف الصناعية الذكية، حتى في مجال العلاج والتشخيص الطبية ظهرت حديثا تطبيقات إلكترونية في مجال العلاج، بل تعدل العديد من التطبيقات التصور، حيث الآن يعمل اليابانيون والصينيون والأمريكان على عمل روبوتات أو أجهزة طبية تقوم لوحدها تحليل المرض وإعطاء الدواء المناسب للمريض. لذلك يجب منا الانتباه نحن كأمة إسلامية في هذا البرنامج المبارك بإذن الله في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أن نركز على التكنولوجيا الحديثة وأن نورث أبنائنا هذه التكنولوجيا، ونعمل كورسات وورش عمل دورية ومؤتمرات تثقيفية، وأن يساعد المانحون
في الدول التي تمتلك الميزانيات وتمتلك الدعومات أن تساعد في عمل هذه المنتديات وورش عمل، وأن يتم رعاية المشاريع. يعني هنالك لدينا عدد كبير جدا جدا من الباحثين في الأمة العربية. أنا شاركت في برنامج نجوم على العلوم في دولة قطر في العام 2020 وفي العام 2021، لكن المشكلة كلها تكمن في أنه هذا المخترع أو هذا الباحث لا يجد من يمول له بحثه أو اختراعه، لذلك يذهب إلى سوق العمل التقليدي بأنه هو يشتغل تحت مدير أو يشتغل في شركة أو يشتغل في شركة حكومية. لاحظ أنت كحكومة أو كدولة عندما تدعم مخترع أو تدعم باحث أو تدعم صاحب فكرة، هذا الباحث سوف يلغي لك البطالة، يعني إنه هو في هذه الشركة سيوظف عدد من الخريجين، اثنان أو ثلاثة خريجين أقل شيء، فهكذا يكون حل مشكلته هو مشكلة إنه هو باطل وحل عاطل عن العمل، أو باطل مشكلة البطالة وحل مشكلة غيره من الأشخاص. والفائدة العظمى هي عندما هذا المشروع ينتج ويتم تصديره للخارج يكون فيه عملة صعبة ويكون فيه فائدة لهذا الوطن، وسيتم تحسن اقتصاد وازدهار هذا البلد. لذلك يجب على جميع الدول الإسلامية والدول العربية التركيز على هذه التكنولوجيات الحديثة وعمل برامج منظمة وبرامج تكون مؤسسة لهؤلاء الشباب وهؤلاء المبدعين في هذا المجال. كتطبيقات قمت بعملها، قمت بعمل نظام لروبوت طائرة بدون طيار في المجالات الزراعية للرش الزراعي وتحليل أمراض النبات عن طريق التحفيز، عن طريق الاستشعار عن بعد، أو التكنولوجيا بتاعت الريموت سينسينج اللي هو عن طريق تطبيق يأخذ داتا لنباتات ويتم مقارنتها مع النباتات المريضة أصلا، يعني الدرون بتأخذ صور لنباتات ويتم مقارنتها بصور نباتات مريضة تم وضعها كداتابيس أو قاعدة بيانات لتحديد نوع المرض الموجود في هذا النبات ونوع المبيد الحشري المناسب لهذا المرض. وأيضا قمت بعمل نظام لساعة طبية ذكية، وهو مشروع ساعة علاج الصرع، وشاركت فيه في برنامج نجوم العلوم، وتم دعوتي في دولة بولندا للتمثيل بهذا المشروع. المشروع هو عبارة عن نظام لساعة طبية ذكية. هذه الساعة تعمل بخوارزمية الذكاء الاصطناعي لتشخيص حالة الصرع وعلاج المرض نفسه عن طريق التحفيز الكهربائي اللاسلكي للدماغ. آلية التشخيص تتم عن طريق إرسال إشارات كهربائية للمخ عن طريق بعض الخوارزميات التي تعمل على مقارنة ضغط الدم وضربات القلب. أصلا هنالك عملية في المخ تسمى الأكشن بوتنشال أو جهد الفعل. هذا الجهد في الحالة الطبيعية في الخلية تتكون من الصوديوم والبوتاسيوم، في الحالة الطبيعية جهد الفعل يكون سالب 70 ملي فولت، يعرفونه الذين يدرسون الطب، فأنا أدرس الهندسة الكهربائية لذلك هي قريبة نوعا ما من تخصصي. في الحالة الطبيعية يعني الإنسان إذا لم يريد أن يقوم بجهد أو يحرك يد أو يحرك أي شيء، جهد الفعل يكون حوالي سالب 70 ملي فولت في الخلية أو في المخ. عندما تريد أن تحرك يدك أو تريد أن تتحرك أو تتمشى، يكون جهد الفعل في هذه الخلية يتحرك من سالب 70 ملي فولت إلى سالب 55 ملي فولت، وفي هذه الحالة يحدث استثارة لهذه الخلية فتقوم بتحريك بعمل الحركة المراد تحريكها. يعني مثلا إذا عاوز تحرك اليد، جهد الفعل بدي إشارة لحد ما من المنطقة في المخ المسؤولة عن تحريك اليد.
وهكذا، إلى أن تساهم هذه الحركة في عمل الفعل. لذلك مرض الصرع هو عبارة عن جهد فعل عشوائي، يعني المخ يصدر جهود كهربائية من مناطق عشوائية في المخ تساهم في تحرك الشخص. لذلك مريض الصرع يهتز ويتحرك ويثبت وهكذا. لذلك قمت بعمل خوارزمية لمنع جهد الفعل العشوائي في المخ. أصلا جهد الفعل ينشأ أو يزداد نتيجة لزيادة الصوديوم داخل الخلية في المخ، في الخلية الحيوية. يعني في الحالة الطبيعية نسبة البوتاسيوم تكون أعلى من الصوديوم. عند زيادة نسبة الصوديوم يؤدي إلى زيادة جهد الفعل ومنها إلى زيادة الحركة. لذلك قمت بعمل خوارزمية لتقليل نسبة البوتاسيوم داخل نسبة الصوديوم داخل الخلية لمنع تحفيز جهد الفعل. قمت بمنع أيون الصوديوم من أنه يزداد عن طريق التحفيز الكهربائي اللاسلكي للدماغ، وهي يتم بالساعة، حيث الساعة تقوم بإرسال نبضات كهربائية إلى المخ. هذه النبضات الكهربائية تكون في شكل إلكترونات، إلكترون واحد يتحد مع أيون الصوديوم ويصبح أيون الصوديوم ذرة كاملة غير نشطة، لا يعمل تفاعل مع البوتاسيوم داخل الخلية. لذلك لا يكون هنالك فرق في الجهد ولا يكون هنالك جهد فعل. هذه هي الآلية تحت العلاج والتشخيص. الخوارزميات التي استخدمتها في التشخيص، يعني كيف إنه الإنسان يعرف إنه هو جاته حالة بتاعة صرع، عن طريق عندما يزداد الصوديوم في الخلية يزداد معه ضربات القلب. لذلك هنالك خوارزمية تقوم بقراءة ضربات القلب، لكن ليست هي الخوارزمية الوحيدة، لأن هنالك أمراض مشتركة. هنالك أناس يملكون أمراض أصلا عندهم مرض في القلب. لذلك يقوم المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور بعمل مقارنة خوارزميات أخرى. فعند زيادة ضربات القلب يزداد معها الهرمون بتاع الدوبامين، اللي هو الهرمون المسؤول عن الإحساس أو الانفعال أو هكذا. وأيضا عند زيادة الصوديوم داخل الخلية يزداد البوتاسيوم خارج الخلية، مما يؤدي إلى نقصان في ضغط الدم. وعندما يتم نقصان في ضغط الدم يتم النقصان في هرمون الألدوستيرون، مما يحفز المضخات التي تضخ هرمون الألدوستيرون لضخ مزيد من هرمون الألدوستيرون لمعادلة ضغط الدم إلى أن يزداد ضغط الدم. لذلك يقوم المعالج بمقارنة ضربات القلب وضغط الدم، إذا وجدها زائدة يعني أن هنالك حالة صرعية. وأيضا هنالك خوارزميات أخرى مثل الخوارزمية بتاعة السقوط أو الميلان، باعتبار أنه مريض الصرع يمكن أن يسقط. وهنالك أيضا خوارزميات أخرى لكي تكون عملية تشخيص المرض دقيقة وغير عشوائية. عند حدوث هذه الحالة يكون هنالك تطبيق سيتم إرسال هذه البيانات للطبيب المعالج ولأقارب الشخص المصاب بهذا المرض عن طريق تطبيق هاتفي. شكرا جزيلا لكم، وسعيد جدا بالمشاركة في هذا البرنامج. جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة الأستاذ عماد حامد على مشاركتك القيمة، نفع الله بكم الأمة وتقبل منكم صالح الأعمال. ذكر في فوائد الصحة الرقمية أنها تسهم في تحسين الصحة العامة والسجلات الصحية الإلكترونية، مما يعزز القدرة على تقديم رعاية صحية محسنة وفعالة. نسعد بمشاركة جديدة للأستاذة أمل سيد محمد إبراهيم. عنوان مشاركتها العلمية التي ستقدمها لنا بعنوان تأثير الكتل الرقمية للبلوك تشين على سلاسل الإمداد الدوائية. فلتتفضل سعادة الأستاذة أمل، معكم الصلاحية. تفضلي أستاذة أمل. أستاذة أمل، ها أنت معنا؟
أستاذة صفاء، أظن أنه الأستاذة أمل في عندنا مشكلة بالإنترنت، نعم فنعاود لها إن شاء الله بعد المشاركة القادمة. تمام إن شاء الله. نعم ننتقل معكم أعزائي الحضور إلى مشاركة جديدة للأستاذة سميرة بيطام، باحثة أكاديمية بتخصص علم الأدلة الجنائية، خبيرة تسيير صحي بكلية الحقوق بن يوسف بن خدة بجامعة الجزائر. عنوان مشاركتها العلمية هو الصحة الرقمية في الجزائر واقع وآفاق. تفضلي أستاذة سميرة، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر منصة أريد وكل الطاقم الساهر على الفعاليات المنصة الرائدة، وأشكركم جزيل الشكر على إتاحتي لهذه الفرصة للمشاركة ضمن مشروع سباق الأمم، السباق الرائد والمميز، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات. وهذه الندوة هي جزء من هذا المشروع، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى. هل يبدو لكم المداخلة على الشاشة؟ لم تظهر أستاذة. سأحاول. أستاذة سميرة، بإمكاني أنا مشاركة العرض إن أحببتم. تفضل نعم. تفضل. تفضل أستاذة تمام. سميرة، العرض أصبح تمرر الشرائح. نعم. بالنسبة لعنوان المداخلة الموسوم بأهمية الصحة الرقمية في مواكبة الرصد الوبائي، وقد أخذنا وباء كورونا كوفيد 19 كنموذج، يعتبر يعني موضوع مهم خلال السنوات الأخيرة الماضية. ونكون قد لاحظنا أن جميع الدول قد اعتمدت في رصد وباء كورونا على منصات إلكترونية من أجل احتواء هذه النازلة إن صح التعبير، ومعرفة تطورها من خلال الإحصائيات ومن خلال كذلك المستجدات في ظهور تحورات جديدة. وقد كان التجربة الجزائرية وكذا التجربة السعودية والتي أخذت منها بعض المعطيات في طريقة الرصد لهذا الوباء لإثراء مضمون هذه المداخلة. ونبدأ على بركة الله. لعل التحولات العالمية الحديثة وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وما يحتمه واقع الصحة في العالم برمته قد فتح مجالا لاقتحام ما يسمى الصحة الرقمية على مستوى هياكل الصحة بمختلف فروعها وتنوع نشاطاتها. فصارت هذه التقنية الحديثة بمثابة المشروع الجديد الذي فرضته رهانات وتحديات، خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا كوفيد 19. فإذا كانت منظمة الصحة العالمية قد تبنت مبادرة عالمية بشأن الصحة الرقمية بدعم من رئاسة الـ20، حيث ومنذ صدور أول قرار لها بشأن الصحة الإلكترونية في عام 2005، كان ذلك بمثابة الطريق نحو وضع واعتماد الاستراتيجية العلمية للمنظمة بشأن الصحة الرقمية، وهو ما يبين مدى أهمية هذا المشروع الرقمي. وقبل الغوص في محتواه، يجب معرفة تعريف الصحة الرقمية لمعرفة حتمية
هذه الضرورة التي جاءت لتختصر الوقت والجهد وتضمن سرعة المعلومة وتقدم الخدمة الإدارية والعلمية ذات جودة. فمفهوم الصحة الرقمية ظهر منذ تأسيس لجنة لانسيت وفاينانشال تايمز المعنية بحوكمة مستقبل الصحة لعام 2030 في عالم رقمي يهدف إلى اكتشاف الطرق المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد ولتقليل المخاطر الناتجة عن التحولات الرقمية من أجل مستقبل أفضل للصحة. وقد ركزت اللجنة تركيزاً خاصاً على حوكمة الصحة الرقمية ودرست طرق استخدام البيانات والتقنيات الرقمية في مختلف البلدان والشركات والمنظمات العالمية، وكل ذلك يصب في إطار جمع المعلومات عن نوع السياسات والخطط التي تتبعها البلدان في مجال الصحة والتكنولوجيا المرتبطة بها ضمن ما يسمى الصحة الرقمية. هذا وقد تزامن مشروع توسع الصحة الرقمية بتطور التقنية الحديثة أو بما يعرف بالذكاء الاصطناعي كوسيلة لاختزال الوقت والمعلومة والمشروع عبر النظام الأيكولوجي الصحي، وهو ما تقدمت به دول في تطوير منظوماتها الصحية، لكن غيرها أي غيرها من الدول لا يزال بحاجة إلى بنى تحتية وهياكل قاعدية جديدة تضمن الاستخدام الأمثل للصحة الرقمية، وهو ما طالبت به جمعية الصحة العالمية 71 من المدير العام في أن يقدم إرشادات في الشأن تحت مسمى تعزيز التدخلات الصحية الرقمية المسندة بالبيانات. وكل هذا ينصب ضمن استراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا تحسين الخدمة المقدمة للمريض وبالأخص على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية، وذلك من أجل توسعة مجال استفادة مليار شخص من التغطية الصحية وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية بشكل أفضل وتمتع مليار شخص آخر من الصحة، وهو ما اندرج تحت مسمى غايات المليارات الثلاثة للمنظمة المدرجة في برنامج العمل العام للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023. كيف كان اهتمام الصحة الرقمية بعد جائحة كورونا؟ لقد كشفت جائحة كورونا كوفيد 19 العديد من النقائص والاحتياجات وكذا البدائل من أجل حماية المنظومة الصحية العربية وغيرها ضمن مخطط الصحة الرقمية الذي جاء متوازياً مع متطلبات العلاج وكذا الوقاية من الأمراض والفيروسات والأوبئة الحديثة، خاصة وأن كوفيد 19 كان بمثابة التجربة الصعبة والمهمة في نفس الوقت في ضرورة مواكبة المستجدات حتى لا ينتقل التأثير من مجرد كونه عارض صحي له علاجه إلى المساس بالأمن القومي وكذا الغذائي، ما يعني أن المفهوم الأيكولوجي للصحة أخذ منحا جديد له أبعاد مرتبطة بمدى تأثر الشخص بالبيئة التي يعيش فيها وكذا النوازل التي قد تحدث، وهو ما يجب الاستعداد له بتكثيف الدراسات والبحث العلمي في المجال الوبائي وغيره. فإذا كان مفهوم الصحة الرقمية أوسع من الصحة عن بعد أو كما يسمى بالفرنسية la télémédecine، فإن ركيزة الصحة الرقمية هو المستهلك الرقمي Digital Consumer المتصل بالعديد من الوسائط مثل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية وغيره، كما أنها ستكون بمثابة الداعم لمشروع الصحة الرقمية فيما يخص متابعة الحالة الوبائية في أي منطقة وبالأخص مناطق الظل أو المناطق النائية، وهو ما يستلزم ربط أنواع استخدامات الصحة إلكترونياً من أجل إدارة الأزمات والمخاطر والتكفل الجيد بالمرضى والمتابعة عن كثب ببرنامج وقائي يدرس الظاهرة الوبائية الجديدة، وهو ما تصرح به منظمة الصحة العالمية في كل مرة في تدخلاتها خاصة بعد ظهور متحورات جديدة لكورونا لأجل التنبيه على ضرورة
الحيطة وأخذ التدابير اللازمة، لكن كيف يتم ذلك؟ وهل هناك مخطط استباقي صحي تم إعداده مسبقاً؟ هناك ما يسمى بتفاصيل إدارة الأزمة الصحية ضمن منظور الظاهرة الوبائية، حيث أن أي ظهور للأزمات الطارئة إلا ويقابله تشكيل لجنة مع استراتيجية للبحث والاستدلال للوصول إلى أسباب أي ظاهرة وبائية، بحيث لكل مستجد إلا وله خطة للتعامل معه ضمن المعطيات المتوفرة والاحتمالات الموضوعة لأي جديد يمكن أن يحدث مع مرور الوقت. فمن الناحية العلمية، فإن إدارة أي ظاهرة مرضية وبائية تحتكم إلى ما تصدره منظمة الصحة العالمية من توجيهات وإرشادات ضمن سياق بروتوكولي مشترك، حتى يتسنى لحكومات الدول ومن خلال منظوماتها الصحية أن توفر الرعاية الصحية الكافية لمواطنيها وإيلاء الوقاية جانباً كبيراً من الاهتمام تفادياً لأضرار مستقبلية ومنعاً لأي تصادم مع عملية التنمية المستدامة. ويجب وكخطوة أولى القيام بما يسمى تأطير الأزمة، أين تكون الأزمة شاملة وفوضوية لدرجة يصعب استيعابها كلية ويحاول المواطنون فهمها، خاصة عندما يكونون في وضعية لا يشعرون فيها بالأمان. وهنا يأتي دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توضيح المعلومة عن الظاهرة الوبائية بكل شفافية، معتمدين في ذلك على برامج إلكترونية تضبطها أرقام ونسب مئوية. وفي الأسفل جدول كمثال عن اعتماد وزارة الصحة الجزائرية لاستراتيجية إدارة أزمة كورونا عبر موقع الفيسبوك الخاص بالوزارة، حيث أدرج في الجدول ثلاث محاور إن صح التعبير أو عناوين شملت الفئات التكرار والنسبة المئوية. فبالنسبة للفئات هناك أربع أنواع من الفئات تم اختيارها لرصد وباء كورونا، منها استراتيجيات الكتمان والحفظ، استراتيجية الصمت، استراتيجية الإعلام، واستراتيجية الاعتذار، وهذا كله ينصب في رصد وباء كورونا بشكل منتظم ودوري حتى يتم إيصال المعلومة للمواطنين بشكل منظم ودقيق. أما فيما يخص دمج الصحة الرقمية مع رصد الحالة الوبائية، يعني ونحن أخذنا في الدراسة كورونا كنموذج، يمكن أخذ تجربة سعودية في هذا الخصوص، حيث عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا على دعم جهود إدارة أزمة كوفيد في جميع مراحلها، حيث أسهمت في مرحلة الاكتشاف في التعرف على الحالات الأولى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي مرحلة الوقاية طورت نماذج رياضية تعتمد على البيانات لتوقع إعداد الحالات المصابة في المملكة، وفي مرحلة الاستجابة طورت منظومة توكلنا لتعزيز الإجراءات الاحترازية وإدارة التصاريح إلكترونياً في أثناء فترة حظر التجول، إضافة إلى تطبيق تباعد الذي يساعد على تقفي المخالطين والحد من نقل العدوى. وكذلك أسهمت منصة بروك في تمكين عقد الاجتماعات القيادية عن بعد بطريقة مرئية وآمنة. وربما هذا التنوع الإلكتروني في عملية الرصد الوبائي إنما هو من أجل تنويع الخدمة الوقائية وكذلك تنويع بروتوكولات محاربة الوباء بطريقة تضمن التصدي مستقبلاً لأي متحور جديد. الآن نصل إلى أهمية الصحة الرقمية في الرصد الوبائي لما بعد كورونا أو مرحلة ما يسمى بمرحلة التعافي. الحقيقة التي يجب على الجميع الوقوف عليها هي أنه لا يمكن تحقيق الأهداف العلاجية والوقائية كاملة بالصحة الرقمية أو الإلكترونية إلا بعمل مشترك ومنوع.
يجمع بين الأداء الطبي والشبه طبي والإداري ضمن مسار يسمى باركور دو باسيون أو السياق المريض بالمصطلح العربي، والذي يتضمن بروتوكولات وإرشادات يجب اتباعها لضمان علاجه وبمراحل، وهو ما دأبت إليه الحكومات من خلال خبرائها على متابعة المنظومات الصحية عبر مختلف دول العالم تحت ما يسمى البقاء في حالة تأهب ويقظة لأي طارئ من متحور جديد، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المسطرة الخاصة بالتحول الرقمي المرتبط بالصحة على جميع المستويات محلية كانت أم دولية، من أجل تبادل المعلومات المستجدة وكذا تقديم المشورة والخبرة من دولة لأخرى في إطار اتفاقيات العمل المشترك. وكخاتمة لهذه المداخلة، نصل إلى توضيح بعض النتائج والتوصيات من استخدامات الصحة الرقمية لرصد التطور الوبائي، وهذه بعض النتائج. أولاً، ضرورة التعريف بالصحة الرقمية في إطار التطبيق العملي على مستوى المستشفيات والهياكل الصحية بتوظيف برامج استخدامها وكذا بيان الغاية منها، كما يجب في ذلك إشراك الشركاء الاجتماعيين من ممارسي الصحة ونقابات ومجتمع مدني كل في تخصصه، لأن الرعاية الصحية مسؤولية الجميع ولا تقتصر حكراً على الإدارة في إطارها التسييري، فالمشروع كبير ومهم ويحتاج إلى تحيين ومتابعة. ثانياً، المساهمة في إضفاء التعديلات اللازمة من خلال جمع الشواهد والأدلة المستخلصة من دراسة حالة لكل ظاهرة وبائية ومحاولة مقارنتها مع سابقاتها والتنظير فيما يخص الأوبئة المحتملة الظهور بسبب التغير في النمط الغذائي وما ستخلفه الحرب الحديثة التي مفاتئت تتوسع بشكل ملحوظ، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأمن الصحي وكذا الغذائي، ويكون بكل ذلك تأثير على الأمن القومي فيما يخص مردودية الرعاية الصحية ونسبة نجاحها في خريطة التعافي والتطور. كذلك لابد في استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من توخي الحذر فيما يخص التأثيرات الجانبية، ما نقصد به التأثيرات الجانبية الإفراط في الاستخدام أو محاولة تغيير نمط العمل بتقنيات أكثر حساسية وأقل مردودية، مما يجعل النتائج تكون نتائج عكسية ولهم في ذلك التأثير على طريقة الرقمنة وكذلك المتابعة. بالنسبة للتوصيات فيمكن إدراج ما يلي: عملت منظمة الصحة العالمية ومنذ عهود سابقة في تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال برامجها الصحية التوعوية التي ما فتئت ترصد الأمراض المتنقلة والأوبئة، وهو مؤشر إلى أن سلامة الصحة البشرية يتوقف على درجة الوعي بالمرض والوباء وكذا درجة الفهم الصحيح والصرامة في العمل عند استخدام تقنيات الصحة الرقمية التي حتماً ستعرف تطوراً وفق ما سيشهده العالم من تغيرات جيوسياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الصحي. كذلك ضرورة رفع مستوى مشاركة المواطن في أسرته ومجتمعه فيما يخص التقيد بالتعليمات الصحية التي تبنتها وزارات الصحة في الحكومات التي تعكف على إعطاء قطاع الصحة الأهمية البالغة كونه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الفرد، وهو ما يجعل استحداث نظام أو نظم خدماتية جديدة وتقسيمات هيكلية استشفائية مثل ما يسمى في الجزائر نظام المقاطعات الذي سيسمح باختزال التقسيم الإداري للهياكل الصحية ومحاولة ربطها بنظام إلكتروني يوحد العمل والنتائج
لترقية الصحة في جانبها التقني والبشري والخدمات بصفة عامة. كذلك من إحدى التوصيات المهمة أيضا، يمكن الرجوع إلى بيانات منظمة الصحة العالمية التي اعتمدتها من مدة، أي قبل ظهور جائحة كورونا، في عملية استطلاعية لمعرفة الأولوية الممنوحة لتلك التكنولوجيات في العديد من القرارات التي اعتمدتها المنظمة واللجان الإقليمية بشأن الصحة الإلكترونية. ونتمنى أن يعني قد أدينا لهذا الموضوع أو أعطيناه حقه من الإحاطة وفق ما يدل عليه عنوان المداخلة. أشكركم جزيل الشكر، وأكرر كذلك شكري الجزيل على إتاحتي لهذه الفرصة الطيبة في هذا الشهر المبارك. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لكم أستاذة سميرة بيطام على مشاركتك القيمة والنافعة، بارك الله فيكم وزادكم من توفيقه وفضله. ومن أجمل ما قيل عن الصحة أنها الثروة الحقيقية للعقل السليم، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الآية 31. وأيضا من أجمل المقولات: إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، فحافظ على صحتك ولو بماء عينيك، وليكن طعامك أفضل دواء لك. ننتقل معكم حضورنا الكرام إلى فقرة المداخلات والاستفسارات لحضراتكم. يرجو التفضل برفع أداة اليد لإعطائكم الصلاحية وفتح المايك. دكتورة انتصار عبد السلام، تفضلي بفتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا، ألف شكر وتقدير وفخر واعتزاز دوما وأبدا بمنصة أريد. شكرا لكل المحاضرين، دكاترتنا الأجلاء الذين أثروا هذه المحاضرة وكل المحاضرات اللي تقع ضمن سباق الأمم بكل العلم والمعرفة والتميز في المعلومات الحديثة أو آخر ما توصل له العلم، بما فيها من ابتكروا ابتكارات وقدموا تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل عام، أو في مجال اليوم موضوعنا الصحة اللي هي الرقمية. فقط أريد أن أضيف معلومة حول الصحة الرقمية. هناك ما يسمى بالصحة النفسية الرقمية. الصحة النفسية الرقمية تعني أن هناك العديد من ما يسمى الأدوات الرقمية، كيف نستخدم الأدوات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات والميتافيرس وغيره في تعزيز الصحة النفسية. تعمل هذه الأدوات على تعزيز الصحة النفسية، حتى أن هناك مخاوف الآن أنه سيتم استبدال الأخصائي والطبيب النفسي بهذه التطبيقات، أو على الأقل إذا كنا أحسننا الاستخدام سيكون مساعدا لنا كأخصائيين أو كأطباء نفسيين في مساعدة الحالات، وسواء على مستوى التشخيص اكتشاف المرض نفس ما ذكرتمه في هذه المحاضرات، على مستوى الصحة الجسدية ينطبق تماما على مستوى الصحة النفسية. لكن عادة موضوع الصحة النفسية يعني لا يؤخذ دائما دائما حظه ونصيبه، أنه دائما لا يؤخذ بعين الاعتبار بقوة، تقصير مننا نحن أصحاب الاختصاص بأن نعرف الناس فيه. وأيضا هناك الوصمة التي تجعله في مستوى ثاني، مع أن الصحة النفسية إذا كانت مضبوطة يصبح الجسد سليما، والجسد إذا كان مضبوطا تصبح الصحة النفسية أيضا سليمة. فالمفروض الرعاية الشاملة تشمل الجانبين، سواء على مستوى الدورات أو المؤتمرات أو حتى على مستوى التطبيقات وعلى مستوى الوعي والتدريب. فأذكر بعض الأمثلة يعني اللي استخدمت في الصحة النفسية لتعزيز الصحة النفسية. قد قلت لكم على مستوى التشخيص، أيضا على مستوى تنبؤ مبكر بحالات، وأيضا على مستوى العلاج النفسي، وحتى على مستوى الدعم النفسي. تعاطف الآن في حاجة اسمه الحوسبة الانفعالية أو العاطفية، إن الكمبيوتر يؤدي دور المسعف النفسي والداعم النفسي، وأيضا اكتشاف الحالات اللي ممكن أنها تنتكس والوقاية من الأمراض. فمن أمثلتها مثلا استخدمت الميتافيرس وأيضا أدوات الذكاء الاصطناعي تطبيقات، بحيث إنه
يكون المريض في مثل في هذه البرامج من يعني من الأمراض اللي تم الاهتمام فيها، الرهاب الاجتماعي، القلق، الاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة، فيدخل في عالم افتراضي، ويتم كونه يعني يتم علاجه في هذا العالم، كونه يعني يجنبه المواقف الاجتماعية اللي في الواقع، فبالتالي يستطيع أنه يتعامل بسلاسة في هذه التطبيقات. فضلا عن الوصمة، في ناس ما يحبوا يروحوا للطبيب النفسي وممكن تتأثر حالتهم، فهذه التطبيقات تساعده أنه يتكلم ويدردش ويتعالج ويتخاطب مع روبوت أو يتخاطب مع التطبيق ويجد الرسائل، سواء كانت على مستوى كتابي، الموارد الصحية على مستوى كتابي أو على مستوى روبوتي أو على مستوى ميتافيرس. فهو عالج الوصمة، وعالج أيضا أنه الإنسان اللي يخاف المجتمع ما يريد أنه يواجه الواقع، يتعب في مواجهة الواقع، أنه أنا أعطيك واقع افتراضي. أيضا في مجال تدريب الأخصائيين توجد هناك برامج طبية في هذا الجانب. كذلك الألعاب استخدمت، يعني الشباب بالذات المراهقين ما يحبوش يروحوا عند الأخصائيين، وما يحبوش أنهم يفصحوا عن أنفسهم، يعني في عندهم احترام للذات واعتزاز للذات وبعض الخصائص السيكولوجية في هذه المرحلة، فبالتالي يفضل أنه يكون مع الروبوت أو مع تطبيق من أن يفصح عن الآخرين، فيقدم له قدم له الخدمة على شكل ألعاب، كل ما تسمى الألعاب الجادة، كل ما كان الألعاب الجادة هذه استخدمت مع المراهقين بشكل خاص. يعني هناك ما أتذكر كثير من التطبيقات، إن شاء الله أحاول أني أفرد لها دورة متخصصة ومحاضرة متخصصة في هذا الجانب، ولكن أقول إن نفس ما ذكر في المجال الطبي الجسدي أيضا يوجد ما يوازيه، بل ممكن أقول لكم عشرات الآلاف، يعني يمكن 15 ألف تطبيق تم في هذه الحدود، في إحدى المقالات ذكرت ذلك، 15 ألف تطبيق في مجال الصحة النفسية بما فيها الميتافيرس والذكاء الاصطناعي وغيره، استخدمت في التشخيص، في الوقاية، في التنبؤ، حتى في الانتحار. وسائل التواصل، أول من قامت بهذا الأمر الفيسبوك، عمل مبادرة بأنه يعمل ما يسمى تحليل المشاعر، يحلل مشاعر الناس من خلال ما من خلال منشوراتهم، فبالتالي يتنبأ أن هذا الشخص يعني ممكن يقدم على الانتحار. كانت هذه المبادرة رائعة وثبتت كفاءتها، ووقت الكثير من الناس في الانتحار. فحبيت بس أضيف هذا الجانب، وإن شاء الله إحنا نكون كسيكولوجي نتحمل مسؤولتنا العلمية كأساتذتنا الأجلاء اللي شاركوا في سباق الأمم وقاموا بدورهم العلمي، ونحن قصرنا في إن إحنا نذكر هذا الجانب في مجال الصحة النفسية. سؤال فقط أريده من أحد أساتذتنا الذي ذكر، أو دكاترتنا الأجلاء، قالت ما يسمى بالاعتذار، استراتيجية الاعتذار في مجال كورونا، ممكن توضح لي هذه النقطة؟ وفي الأخير شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله كل خير، ونفع الله بعلمكم الناس أجمعين، منصة أريد وكل الذي قدموا الأوراق العلمية الرائعة في سباق الأمم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك دكتورة انتصار عبد السلام على هذه المداخلة القيمة والنافعة. شكرا جزيلا لك، ونتطلع معك إلى هذه التطبيقات التي ذكرتيها. نعم، هل يوجد أي باحث أو عالم يريد أن يضيف إضافة أو يقدم أي إجابة عن استفسار الدكتورة؟ نعم، لو سمحتي، فيما يخص استراتيجية الاعتذار، إنه ربما تابعنا جميعا في كيفية يعني قيام الدول لرصد وباء كورونا، كيف إنه تظهر من حين لآخر بعض الشائعات، بعض المغالطات، بعض الأرقام التي لا تمت أحيانا بصلة للظاهرة هذه، يعني ظاهرة كورونا. فدائما كانت الوزارات، وزارات الحكومات، تحرص على أن تستقي المعلومة الصحية الدقيقة من الميدان، وهذا من خلال ما يصلها من تقارير ومن معطيات ومن مستجدات عن كثب. وربما لاحظنا على وسائل الإعلام كيف أنه يتم بث برامج من طرف خلية الإعلام للوزارات لتقديم شروحات وافية، وهذا من أجل طمأنة الجمهور وكذلك ربطه بالمعلومة مباشرة من مصدرها الرسمي. وشكرا. شكرا جزيلا لك سعادة الأستاذة سميرة، بارك الله فيك على هذه الإجابة.
نعم حضورنا الكرام، هل يوجد أي استفسار أو مداخلة لحضراتكم؟ يرجى التفضل برفع عادات اليد ليعطاكم الصلاحية. نعم تفضلي دكتورة، دكتور أيمن عفوا، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا السلام ورحمة الله. أشكر الدكتورة بأنها أثارت الجانب النفسي، أن التقنيات الحديثة في مجالات الطب في الجانب النفسي، وأحب أن أضيف أنه في مجال طب الأسنان المجال النفسي جدا مهم، والتقنيات الرقمية الحديثة جعلت علاج الأسنان في جلسات أقل، دقة أعلى، وأيضا بوقت أقصر، فهذا أدى إلى جعل المريض عندما يتلقى العلاج بحالة توتر أقل، وأدت إلى تطوير التفاعل ما بين الطبيب المعالج وما بين المريض وتقبل المريض للعلاج. كذلك التقنيات الرقمية جعلت مجالات الخطأ شبه منعدمة تقريبا بنسبة قليلة جدا، هذا أدى إلى زيادة الأداء، حتى أن المريض الذي يعاني من مشاكل نفسية ما بعد العلاج قلت جدا. فأنا أشكر الدكتورة على إثارتها لهذا الموضوع، وحبيت أضيف هذه المداخلة لعلها يعني تكون مفيدة للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن على هذه المداخلة قيمة، بارك الله فيك. وكما قالت الدكتور أيمن أن الجانب النفسي يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للجسم وأيضا على جودة الحياة. أنتقل معكم لاستثمار الوقت إلى مشاركة لفقرة كيفية شرح تحميل شهادة المشاركة المجانية لهذه الندوة، يقدمها لنا سعادة الأستاذ عدنان قلعجي. مشكورا، تفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية. شكرا أستاذة صفا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. أساتذتنا الكرام، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم على هذه المشاركات الرائعة، وجزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات، وسنقوم مع حضراتكم بشرح طريقة الحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، سوف نقوم بداية بالدخول على محرك البحث جوجل والكتابة في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. لمن كان مسجلا في المنصة فقط يقوم بالضغط على تسجيل الدخول، فيطلب منه الإيميل أو وكلمة السر، وينتقل مباشرة بعدها إلى المنصة أو الصفحة الرئيسية للمنصة. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الدخول على تسجيل حساب جديد، وسوف يقوم بالظهور بهذا الشكل الواضح أمامكم، ويتطلب معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وكلمة المرور وتأكيدها والبلد الذي نحن فيه، ومن ثم بالضغط على التسجيل سنصبح رسميا أعضاء في منصة أريد. وكذلك لمن استصعب عليه الأمر فبإمكانه الدخول على شرح مبسط لعملية التسجيل في أعلى الشاشة. ننتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، وهي ما يعرف بالحائط،
فتظهر أمامكم بهذا الشكل. نقوم بالدخول على، ستجدونه في وسط الشاشة، نقوم بالدخول على برنامج سباق الأمم، ستجدونه في منتصف الشاشة مباشرة. ننتقل بعدها إلى الصفحة الرئيسية لسباق الأمم، وتشاهدون فيها جميع الأجزاء وبالتفصيل لجميع أجزاء سباق الأمم والندوات كذلك. نختار منها الجلسات، نختار من أعلى الزاوية اليمنى الجلسات، فنقوم بالدخول إلى الجلسات، نختار منها الجلسة التاسعة أو رقم 9، وسوف تظهر أمامنا هذا بهذا الشكل. ننزل إلى الأسفل فتظهر عندنا ندوة علمية الصحة الرقمية الثورة الطبية، نقوم بالضغط عليها فننتقل مباشرة إلى صفحة الندوة، وهنا توجد شهادة مشاركة نضغط عليها، فيتطلب الأمر منا كود تشفير، وذلك من أجل الحضور للندوة. الكود هو، يرجى تسجيله، 150250. كرر، 150250. يرجى تسجيل الرقم أو الكود، 150250. فينتقل بعدها إلى صفحة الشهادة وتظهر بهذا الشكل. نقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية، فيقوم بالتحميل للشهادة وتظهر الشهادة بهذا الشكل، وتشاهدون فيها الاسم وعنوان الندوة وتاريخ الندوة أيضا. نعم، وأيضا ننوه إلى أن تسجيل الندوة هذه إن شاء الله سنقوم برفعه غدا على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب، وستجدون فيها أيضا جميع الحلقات التي أو جميع الندوات التي بثت في الأيام الماضية، وأيضا المحاضرات التي قدمت من خلال نظام علي، ستجدونها إن شاء الله على الصفحة الرئيسية أو عفوا الصفحة الخاصة بمنصة أريد على اليوتيوب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والكلمة الختامية مع الأستاذة صفا، فتفضلي مشكورة. شكرا جزيلا لك أستاذ عنان، بارك الله فيك على هذا الشرح الوافي والتوضيحي والأكثر من رائع، بارك الله فيك. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكم حضورنا الكرام ولكل النخبة المتميزة الذين شاركونا وأثروا ندوتنا بخبرتهم وأبحاثهم المتميزة في الصحة الرقمية وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس، وكيف تسهم التكنولوجيا الرقمية في تحسين تشخيص الأمراض وتعزيز الوقاية والعلاج، وأن الابتكار لا يعرف حدوداً، وأننا قادرون على تحقيق تغيير حقيقي في مجال الرعاية الصحية. شكراً لكم مرة أخرى على حضوركم ومشاركتكم القيمة، أتطلع معكم إلى ندوات جديدة برعاية منصتكم العلمية الدولية الرائدة، منصة أريد السباقة في المواضيع المتميزة والحديثة. ولنتذكر أن العلم والتكنولوجيا هما القوة الدافعة وراء تطورنا وتقدمنا، لنستمر معا في الاكتشاف والتطور، ولنعمل معا لأجل مستقبل أفضل لرعاية صحية وصحة البشرية. نلتقيكم على خير، ونختم بدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم.